بودي عبودي. نعم. لك تعا تعا قوام. يلا. تعا بدنا نصور فلوق المدرسة. أجل. لك المدرسة ما ضل لنا غير 20 يوم. لا ماما. إيه لكان بدنا نشتري مشتريات المدرسة. يلا امشي امشي. هالفيديو يا جايز صار لي مصورته أكثر من شهر، ولكن للأسف ما صار عندي مجال أنزلكن إياه، وبهالفيديو رح جنن عبودي وأشتري له كل مشتريات المدرسة باللون الوردي. تابعوا الفيديو للنهاية وشوفوا شلون عبودي بالنهاية رح يزعل ويبكي. عبودي عبودي لك شوف شوف هاللانش بوكسات ما أحلاهن. شوف هذا اللانش بوكس، شايف؟ هذا مديه. لا لا هذا ما حلو، خلينا نقي غيره نشوف غير انواع لانش بوكسات. والله في تشكيله كثير كويسه من لانش بوكسات. شوف هذا كمان، هذا حلو فيه ارتفاع عينات. هذا حلو. استنى استنى طول بالك، عم تفرج لسه. شوف هذا كمان، هونك عندك هذا لانش بوكس. عبودي عبودي شوف، تختار اللانش بوكس الوردي البنيتي ولا الازرق؟ الازرق. ايه تفضل هذا الوردي. هذا للبنات. لك اخده، مين قال لك انه الوردي بس للبنات؟ حتى للصبيان بيصير. هذا عينه واحده ما لا لا انا بدي اختار لك على كيفي. يلا حطه عبودي. شوف نعم. اي واحد تختار، تختار الدفتر الازرق ولا الوردي؟ خذ الوردي. هذا للبنات. لك انت مين قال لك انه بس الوردي للبنات؟ شوف ما احلى، والله الوانه كثير حلوه وزاهيه. هذا بيعجبك انك، انا ازرق بيعجبني. لك خذه، والله كثير حلو. ايه عبودي افندي، اختار اقلام برتقاليه ولا زهريه؟ برتقاليه لوني المفضل. تفضل الزهري. خذي للبنات. لك والله حلوين. لك شوف عن جد اللون الوردي هو احلى لون. خذهم انت وما تهتم، صدقني اللون الوردي بصير للبنات. ما بدي، ما ما مو للبنات، انت قلت للبنات. قصدي اللون الوردي بصير للصبيان. خذوا 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 يلا. راجعي مدي اللون الاصفر. اسمع كلمة وخذوا يلا. ها ايش تختار؟ اللون الوردي ولا الازرق؟ بابا بدي اختار. لك لا لا طول بالك، اختار اختار لون الالوان الوردية ولا الزرقاء؟ الزرقاء. تفضل هي الوردية. لك هذول البنات. هذي شو هاد؟ شفت؟ يا ماما شوفي وعدتوا باسمي. ورجي لا شوف. يعني هذا بيكتب هيك بالاصبع؟ شلون بيمحي؟ طب خليني انا اكتب. يلا انا بدي اكتب له رساله للمتابعين. ها بالاظفر هيك، هي بالاظفر هيك. ايوه ال اي كي حط 3 مليون. بنحبكم، حطوا لنا لايك. عبودة شوف، اخترت لك سبوره، بتريد الورديه ولا الزرق؟ لا تفضل الورديه. انا بدي اياها للبنات. عندك البراية الزرقاء والوردية؟ لا 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 زرقاء. هو بكون عبودة ورح أخيره بين الأزرق والوردي، وطبعا رح جننه وأعطيه الوردي. يلا خلونا نروح عند عبودة أفندي. تختار هاللون ولا هاللون؟ الأزرق. لا لا عبودة ما بقى بصير تنتر، بدي أزعل منك. يلا تفضل خذ الوردية وكون حباب. يلا هاتك، يلا خذ الورديه. صدقني ما رح تندم كثير، الورديه حلوه. مرسوم بنات. لك ايه عادي. طب انتوا يا متابعين كتبوا لنا بالتعليقات، يعني الشرط يكون اذا كان عليها بنت يعني هي للبنات. عبودي محايه زغنونه وكيوت. يلا ما رح اعذبك انا ورح اختار لك هالمره. تفضل هي الورديه. يلا خذها بنات، خذها خذها. يلا الله يرضى عليك يا رب. بتسمع الكلمه انت حبابه، بتسمع الكلمه. تمام. شوف هالدفاتر كتير حلوين. واو عن جد كتير حلوين، حتى الوانهم بتاخذ العقل. شايف فيهم من كل الالوان. يلا عبوده ايش تختار، وردي ولا الازرق؟ ازرق. خذ الوردي. لا انت جاي تفرحيني ولا تزعليني؟ لا يا روحي صدقني هذا احلى عن جد. انتوا كتبوا لنا بالتعليقات من هذا اللون الوردي احلى، حتى بيزبط للولاد. واو سلتك كلها صارت باللون الوردي ما احلاها. شوف هذا عندك دفاتر كمان صغيره، هذا حتى تكتب عليه الواجبات. واو ما احلاها. رح اعزبك، رح اعطيك اللون الوردي احلى لانه. يلا تفضل. لا في عندك كثير اشكال، هدول تبعات المي. هون اللون الوردي هو احلى. تفضل خذ، شوف هاللون ما احلى لون وردي. ما بدي. إيه عن جد بياخذ العقل هذا اللون. بياخذ لك عقلك. يلا عقلي. كرمالي خذها، ما تعصب. صدقني ما رح تندم. فرجينا هاي شلون بتنفتح. فرجينا نشوف. ايوه بتنفتح من هون.
ولا زر كمان. ايه والله هي احلى من هديك. واو عن جد كتير صارت سلطك حلوة. كمان عندك هون دفاتر حلوة بلزموك، والله كتير بلزموك. شايف هذا دفتر الرسول، انت بتحب الدفاتر الرسول. انتوا كتبوا لنا بالتعليقات بتحبوا دفاتر الرسول ولا العادية. انت عبودة ايش بتحب اكتر؟ بتبتسم. يلا خذ هذا الدفتر شوف ما احلى. رح تدعي لي، رح تدعي لي. لك عبودي، عبودي لك شوف عبودي زعل، اشتريت له كل شيء باللون الوردي وهلا ضيعته ما عدت اشوفه. شايفين انتوا كتبوا لي بالتعليقات والله مشتريات باللون الوردي حلوه، مين قال انه اللون الوردي هو بس للبنات؟ بس بدي افهم. يلا خلينا نروح ندور على استاذ عبودي، والله ما بقيت الاقي. عم اسال ماريا شوف شافت لنا شيء عبودي. ماريا انت شفتي لنا شيء عبودي؟ وين عبودي؟ لك عبودي زعلان وين؟ يا عبودي لك والله الالعاب كمان كتير حلوه. شوفوا كمان راح انقي له العاب بالنيتيه، رح جننه اليوم العبودي. رح اقول له نقيت لك العاب كمان بالنيتيه. ها ماريا كيف ديناصور، ديناصور واو كتير حلو. ماريا عجبك الديناصور؟ ماريا يا ضو إله ضو يا عيني. ماريا هذا مو مني، ماريا هذا ديناصور. واو هجينا ايه عطال الصوت انه هو بالغابة. يا عبودي يا حدا شاف لي عبودي؟ يا عيني كمان هون رح انقي له، مع انه الالعاب هي مو يعني من القرطاسية، بس انا رح اجننه وانقي له كمان هي اللعبة هيك الصغنونة البنيتية كمان. ها هاي اللعبة كمان جخو. يلا هي صار لعبتين جننه اليوم. لك عبودي شوفوا وين بيرك عبودي. لك عبودي ليش زعلان؟ عبودي انا اشتريت لي كل الاغراض بنيتية وانا ما بحب. شوف ايش جبت لك، طلع جبت لك هاي اللعبة البنيتية حطها بحضنك. لك حطها يلا اسمع كلمة. ايش هاي؟ ايه هيدا على البنات. لك كمان هاي شوف جبت لك هاي كمان لعبة بنيتية حطها بحضنك. واو شوف شو قصار اشتريت لك. ماما ما بدي لك طلع مشتريات كلها باللون الوردي شوف ما احلاهم. ماما لك طلع عن جد شوف هالمقلمة والله حلوين. لك ارفع راسك وهي المصارية كمان باللون الوردي. لك يا عبودي ماما دلل البنات. لك شوف خلاص انا رح اكشف المقلب، انا هالمرة عندي فيك مقلب سويت فيك ماما. مقلب وهدول كلياتهم انا عم امزح معك ما رح اشتري لك اياهم عن جد ماما. شايف هدول كلياتهم مقلب. هاي الشغلات كلياتها مقلب، انا ما رح اشتري لك اللون الوردي، رح اشتري لك مشتريات مدرسة على كيفك وعلى ذوقك. انت هيك مبسوط؟ ماما نعم. ايوه اذا بنقول للمتابعين انه ينتظرونا بفيديو تاني رح نعمل فيه مشتريات المدرسة. ولهون بنقول للمتابعين ايش بنقول لهم؟ خلص الفيديو ولا تنسوا تحطوا لايك، اشتركوا بالقناة وباي.